سنقوم الآن بشرح الكليك سانس، الشركة الأكثر مصداقية بين مواقع البي تي سي ومعرف الشركة الربحية. هنا منتدى الموقع، وهنا روابط الإحالة التي حصلت عليها، وفي الأسفل هنا بانرز إذا أردت أن تقوم بحملة دعائية، هذه الألعاب إذا أردت أن تلعب، وهذه المهام الجديدة التي قام الموقع بإخراجها مؤخرا، هذه شبكة الحظ كليكس جريد، هنا إذا أردت أن تعلن، وهنا ستضغط على الإعلانات اليومية، هذه الاستمارات، هذه المساعدة، البحث في الموقع، التولبار المقدم من الشركة، هنا إذا أردت أن تقوم بتسجيل الدخول عبر اليوزر نيم خاصتك والباسورد. سنقوم الآن بعملية التسجيل بشكل سريع ودون إطالة. حسنا، الجملة هنا بالأحمر تفيد بأنه لا يمكنك فتح أكثر من حساب في حاسوب واحد أو بمنزل واحد أو بالأحرى بأي بي واحد، لذلك لا تتداكى مع الموقع. سنقوم الآن بملء هذه البيانات بشكل اعتيادي كما تعودنا. نمر الآن إلى ملء first name، الاسم الشخصي، املأه باسمك الحقيقي أو باسم آخر لا يهم، المهم أن هنا الاسم الكامل، الاسم العائلي، اكتب أي اسم. ما دمت لا تريد السحب عبر الشيك، إذا كنت تستطيع الوصول لمبالغ كبرى كمئة دولار وتريد السحب عبر الشيك، اكتب عنوانك الحقيقي، غير ذلك اكتب ما شئت. أنا هنا أستعمل أي بي أمريكي، سأكتب هذا العنوان المطابق للأي بي الذي أستعمله من أجل الحصول على إعلانات كثيرة يومية. المدينة سولت ليك، أنت أكتب القاهرة أو الرياض، لا أكتب، المهم أي مدينة على حسب الأي بي الذي دخلت به. الرمز البريدي هنا الولاية، إذا كنت من الدول العربية فليس هنالك ولايات في الدول العربية، لا داعي لكتابة الولاية. هوم فون، رقم الهاتف، أنا فقط سأكتب رقما اعتباطيا، المهم أن يكون عدد الأرقام صحيحا بالنسبة لبلدك. الإيميل، هذا الإيميل هو الذي سيصلنا إليه التفعيل، حيث سنقوم بتفعيل حسابنا من أجل المباشرة بالضغط على الإعلانات. سنقوم بتأكيد الإيميل، تاريخ الميلاد، اختر ما شئت في تاريخ الميلاد، المهم أن يكون أكثر من 18 سنة لتفادي أي مشكل مع أي موقع، دائما اختر أكثر من 18. الجنس، ذكر أو أنثى، ميل، ميثود، هنا الطريقة التي تحب أن يدفعوا لك عبر الشيك، ليبرتي ريزيرف، أريرس باي أو البي بال، الأغلبية تسحب عبر أريرس باي، لكنني في حالتي أنا سأختار البي بال. والآن يجب أن تكتب الإيميل الذي أنت متسجل به في البيبال، ليس الإيميل العادي الذي ستصلك إليه الرسائل، هذا هو الذي ستتلقى فيه الدفعات. هنا اليوزر نيم الذي سندخل به يوميا إلى الموقع، اختر كلمة سهلة التذكر، ربما اسمك عربز ميك ماني. هنا الباسورد، اختر رقم سري يكون مقبول، تأكيد كلمة السر. هنا السؤال السري، حيث إذا دخلت بأي بي مغاير أو غيرت مكان الدخول سيطلب منك السؤال، اخترت حيواني المفضل، نعلم على الثلاث اختيارات الأولى، هذه للموافقة على الشروط، شروط التسجيل، وننزل الآن إلى الأسفل. هذه الجملة بالأحمر تفيد بأن التسجيل في كليك سنس يتيح لك التسجيل مباشرة في كليكس ريسيرش للاستمارات التي، وسنقوم الآن بفتح حساب، وشكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء في موعد.